السلام عليكم ورحمة الله Welcome to Islamic channel Easy way to memorize the Quran Episode 217 Chapter 4 Surah Al-Imran 119 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم ها أنتم ها أنتم, ها أنتم أولئي 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 تحبونهم 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 ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم, ولا يحبونكم وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۖ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا وإذا لقوكم قالوا آمنا. وإذا لقوكم قالوا آمنا. وإذا خلوا عضوا. وإذا خلوا عض وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل عليكم الأنامل عليكم الأنامل من الغيظ. من الغيظ. من الغيظ. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل مو. موتوا بِغَيْظِكُمْ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ ۖ وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم